بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، ألتقي بكم مجددا في درس جديد ومع الحلقة السابعة من حلقات الكورس CCNA Voice آيكم 640-401-60. طبعا درس اليوم تقريبا يعني لا يعتبر درس، لكن يعتبر حاجة إضافية أو ملحقة لتكوين صورة عن كيف تشتغل الاي بي تليفوني أو الاستراكشر تبع الاي بي تليفوني. كيف 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 بتكون الاستراكشر، سواء كان عندك الاستراكشر في سمول انتربرايز أو في بيج انتربرايز، هذا في الأخير بيعتمد على استراكشر معين. يعني كيف تكون البنية التحتية بالنسبة للفايب سيستم. وطبعا هذا الكلام ما بينطبق على سيسكو بس، هذا الكلام ممكن ينطبق على فايا، ممكن ينطبق على نورتل، ممكن ينطبق على أي اي بي تليفوني كوميونيكيشن سيستم. خليني أوضح لك آلية ربط إيش آلية ربط السيستم مع بعضها البعض. هفتح صفحة جديدة هنا. طبعا احنا حناخذ الايش اللي هو الاي بي تليفوني. الاي بي تليفوني ستراكشر اللي هو بنيه الاي بي ايش بنيه الاي بي تليفوني. خليني اناقشها لك من وجهه نظر معينه. طيب أقول لك يعني الشيء الأهم في الاي بي تليفوني ستراكشر هو كالتالي. إيش هو؟ أقول لك أول شيء عندنا اللي هو الإيش الكول مانجر. الكول مانجر أنا برسمه على هيئة راوتر أو على هيئة سيرفر. يعني إذا كانت عندي عدد المستخدمين، خليني أناقش لك عندما يكون عدد المستخدمين 54 اي بي فون، 54 اي بي فون او 450 يوزر، 450 يوزر يوزر اللي هو سمول بزنس، سمول بزنس، سمول بزنس. واضح الكلام. اول شيء راح ناخذ معك ايش راح ناخذ معك التالي اللي هو الكول مانجر. لاحظ عندي هذا ايش هو، هذا سي ام اي، هذا سي ام اي اللي هو كول مانجر اكسبريس، كول مانجر اكسبريس. الكول مانجر اكسبريس هذا واصل فين؟ واضح الكلام. الكول مانجر اكسبريس هنا واصل كيبل يو تي بي كيبل، وواصل هنا على سويتش. لاحظ هذا عندي عبارة عن ايش، عبارة عن سويتش. هذا الايكون هو سويتش، هذا الان سويتش. السويتش هذا واصل فين؟ لو تلاحظ انا واصل السويتش عندي كالتالي. هذا انا خليني اقول لك هذا السويتش هو عبارة عن كور سويتش. طبعا انا برسم الان لوجيكال توبولوجي. التوبولوجي اللي انا برسمها الان لوجيكال توبولوجي، لوجيكال توبولوجي. لوجيكال توبولوجي تختلف عن الفيزيكال توبولوجي. هذا الان واصل بكم؟ هذا الان واصل بسويتش اخر. الان هذا سويتش، تمام، سويتش واحد. هذا الان سويتش، هذا SW1 حتى خليني اقول لك 10 سويتشات في العيش في المؤسسة مثلا. هذا SW10 مثلا. يعني انا عندي من السويتش الاول وحتى السويتش العيش العاشر. طيب
انا بقول لك من السويتش الاول وحتى السويتش العاشر مثلا كان عندنا كم، يعني عندك مثلا 10 سويتشات قسمها على كم، على 4، يعني 240. حيكون عندك هنا مثلا، هنا هذا الاي بي تليفوني الاول. طيب في هنا ايش ملاحظة واحدة بس، هنا انا اوصل يو تي بي كيبل، وهنا انا اوصل كم يو تي بي كيبل. هنا حيكون عندي على طول مباشرة اللي هو الاي بي تليفوني الاول واصل هنا. لاحظ عندي بالشكل هذا، هذا الاي بي تليفوني الاول، حتكون السماعة بالشكل هذا. لاحظ عندي، وهنا طبعا هنا مثلا من 1 لحد 24، خليني اقول لك كل سويتش فيه 24 ايش، 24. وهذا الاي بي تليفون الثاني، وفي واصل هنا يو تي بي كيبل. لاحظ عندي بالشكل هذا، في معي هنا الاي بي تليفوني الاول، وفي عندي هنا الاي بي تليفوني الثاني. واضح الكلام بالشكل هذا. طيب انا بقول لك هذا من واحد لحد كم، لحد 24. نفس الشيء هنا، من واحد لحد كم، لحد 24 او لحد 48، على حسب سعة الايش، على حسب سعة السويتش. واضح الكلام بالشكل هذا. فانا ايش اجي اسوي؟ طبعا هذا الاستراكشر تبعنا هذا. الان انا سويت شبكة تقريبا داخلية. طيب بالنسبة للكمبيوترز كالتالي، انا حقول لك بالنسبة للكمبيوترز كالتالي، حوصل عبارة عن وصلة من هنا. انا استخدم وصلة، الوصلة هذه انا اوصل بها البي سي الاول، البي سي الاول. الوصلة الثانية اللي هنا انا هستخدم احوصل فيها البي سي ليش، البي سي رقم 24، وهنا بي سي، وهنا بي سي. واضح الكلام بالشكل هذا. طيب بالشكل هذا، هذه تعتبر عندي الآن، هذه اللي هنا هذه تعتبر عندي الانتربرايز فوي بلان، الانتربرايز فوي بلان. في أمور معينة أنا لابد أني أراعيها، زي إيش؟ خلني أمسح اللوجيكال توبولوجي هذه. زي إيش؟ أول شيء أنا بحتاج إيش بحتاج، يعني هذه الأمور جدا مهمة. أول شيء أنا بحتاج 2 VLANs. واضح الكلام. ايش هي الاولى؟ الفيلان الاولى فويس VLAN، يعني VLAN بتدعم الفويس. والفيلان الثانية ايش هي؟ الفيلان الثانية هي داتا VLAN، داتا VLAN. فويس VLAN وداتا ايش؟ وداتا VLAN. في ملاحظة مهمة جدا، دائما راعي انه يكون عندك الفويس VLAN تكون الاول، فيرست. طبعا انا ما جربت هذا شخصيا، لكنه سمعته من فيديوهات اجنبية تكون الاول، عشان حاجة اسمها السبانينج تري. لما يكون عملية السبانينج تري بيكون الفويس VLAN converged، voice VLAN converged. converged first، يعني لو صارت لوب عندي في الشبكة أقدر أن أعمل لها إيش؟ أقدر أعمل لها convergence. واضح الكلام بالشكل هذا. هذه النقطة الأولى. طبعا بما اني انا ذكرت هنا الان انه يكون فويس VLAN ويكون داتا VLAN، فمعناته ان الفويس VLAN ايش معناه؟ معناته سبنت. واضح الكلام. والداتا VLAN معناها ايش؟ معناتها سبنت. واضح الكلام بالشكل هذا. طيب هذا بالنسبه لايش. طبعا النقطة الثالثة اللي يجب اني اراعيها، طبعا هذا خلاص عرفناها، السبانينج تري لازم تكون الفويس VLAN في يعني الفيرست VLAN، الفيرست VLAN. مثلا انا اخترت، مثلا اذا اخترت، بس عشان اوضح هذه النقطة، اذا عملت مثلا VLAN، عملت في الكونفجريشن حق السويتش VLAN 10 و VLAN
فيلان 50 مثلا، تكون عندي الفيلان 10 هي الفويس، وتكون عندي الفيلان 50 هي الايش؟ الداتا. واضح الكلام؟ طيب طبعا هذا على حسب كلام المهندس جيرمي. طيب هذا بالنسبة للايش؟ للفيلانس وكيف تقوم بتوزيعها. مثلا تكون عندي الصبنت حق الفيلان، حقول لك انا تكون عندي صبنت الفيلان كالتالي، الفويس فيلان حقول لك تكون عندي مثلا 192 168 10 0 مثلا على 24، وتكون عندي الداتا فيلان ديفرنت سبنت اللي هي 192 168 20 ضد 0 على كم؟ على 24. اعمل في الراوتر، الراوتر اللي هنا في عندنا راوتر صح ولا لا؟ الراوتر اللي سميناه سي ام اي. اعمل في الراوتر ايش اسوي فيه؟ الراوتر هذا انا اروح اسوي فيه سب انترفيسز، اللي هي ايش؟ سب انترفيسز. السب انترفيسز اللي سميناها ايش؟ لوجيكال انترفيسز، مش فيزيكال، لوجيكال انترفيسز. واضح الكلام؟ ويفضل مثل ما هو معروف عادة في الراوتنج والسويتشنج انك تعمل السب انترفيس نمبر نفس الفيلان نمبر. مثلا انت وضعت فيلان كم؟ احنا قلنا فيلان 10 هي الفويس، فويس. وضعنا فيلان 50 هي الايش؟ هي الداتا فيلان. فانا ايش اسوي؟ فاسوي في الانترفيس اذا كان عندي اف اي 0 على 0 دوت 10، هذا حيكون الايش؟ هذا حيكون الفويس. وحيكون اف اي 0 اوفر 0 دوت 20، هذا حيكون الايش؟ هذا حيكون الايش؟ الداتا. واضح الكلام؟ طبعا النقطة الأخرى الذي أود أني أشير إليها ايش هي؟ النقطة الأخرى التي أود أن أشير إليها طبعا اللينكس، اللينكس بين السويتشز لازم تكون ايش؟ اللينكس بين سويتشز لازم تكون ايش؟ ترانك. بين سويتشز، بين سويتشز should be ترانك، should be ترانك. واضح الكلام؟ عشان انها بتحمل اكثر من ايش؟ اكثر من فيلان، اكثر من فيلان. طبعا هذا بالنسبه للسويتشات والراوترز والاعدادات. طبعا دائما راح ناخذ ان شاء الله كيف عمليه اي بي فون ريجسترينج، اي بي فون ريجسترينج اللي هي عمليه تسجيل الاي بي فون في الكول مانجر. يعني it is better better to be automatic. better to be automatic. لأن في static يعني أنا ما أربطها بال على طول مباشرة، هو بيتعرف على بيتعرف على الـ IP تليفون بشكل جيد. طيب إيش يبقى معانا؟ بيبقى معانا الـ اللي هو هنا عندنا سميناه هذا CME. CME طبعا نفس النتورك هذه، نفس النتورك هذه انا انشيها هنا على الطرف الاخر. يعني الان هذه الان انتربرايز، انتربرايز نتورك، انتربرايز نتورك. هذا الان انا بتصل داخليا. طيب هذا الان انا بتصل داخليا سويتشز وكور سويتشز. نفس الشيء انا بنشي هنا نفس الفكره هذه،
نفس ليش؟ نفس الفكرة هذه. في عندي هنا ايش؟ سي ام اي، نفس الشيء كل مانجر اكسبرس. السي ام اي واصل هنا بايش؟ واصل ب سويتش هنا اللي سميناه، هذا عبارة عن كور سويتش، هذا هو كور سويتش، كور سويتش. الكور سويتش واصل بايش؟ واصل هنا ب سويتشز اخرى، هذا ديستريبيوشن سويتش، وهنا السويتش الاخر. هذه الان سويتش واحد وحتى سويتش 24 مثلا. طبعا هنا ايش؟ هنا التكملة حقه. طبعا هنا واصل عندي الاي بي تليفوني الاول، لاحظ عندي الاي بي تليفوني الاول، وهذا الاي بي تليفوني رقم 24، وهذا الاي بي تليفوني رقم واحد، وهذا رقم كم؟ رقم 24. طبعا كلهم واصلين بيو تي بي كيبل. واضح الكلام؟ في عندنا هنا ايضا جزء مهم جدا اللي هو البي سيس، البي سي الاول، البي سي ال 24، البي سي الاول، وهنا البي سي 24. طبعا كلهم واصلين، البي سي الاول بي سي 24 واصلين بيو تي بي ايش؟ يو تي بي كيبل. واضح الكلام بالشكل هذا. طبعا هذا الان، هذا الان ايضا انتربرايز. اذا كان هذا الانتربرايز، انا حقول لك هذا الانتربرايز، حقول لك هذا بيمثل الاتش كيو، هذا اللي هو الايش؟ هذا المبنى الرئيسي. المبنى الرئيسي هذا المبنى الرئيسي. هذا الآن اللي هنا، أنا حقول لك هذا هو البرانش. إذا كانت عندنا النتورك فيها مبنى رئيسي وفيها برانش. واضح الكلام؟ طيب خليني أوضح لك نقطة جدا مهمة. إيش هي؟ خليني أوضح لك نقطة مهمة جدا. النقطة هذه كالتالي. طيب أنا عشان أوصل البرانش هذوم، طبعا حوصلهم بطريقتين. الطريقة الأولى، علشان أوصل البرانش الأولى مع البرانش الثانية، إيش حوصلهم؟ بطريقتين. الطريقة الأولى إني أوصل هنا، هنا عندي هنا فوق هنا البي اس تي ان اللي هي الاتصالات، واضح الكلام؟ وهنا تحتها مباشرة اللي هي الإنترنت. إنترنت اللي هي الوان. واضح الكلام؟ أنا كيف أوصلهم؟ كالتالي هقول لك تسحب من هنا، تسحب خط هاتف مباشرة على فين؟ على الاتصالات. وهنا خط هاتف مباشرة على الإيش؟ على الاتصالات. الخط الآخر اللي تسحبه إيش هو؟ عبارة عن كيبل توصله على طول على الإيش؟ على اللان، على الوان. هذه الآن هي البنية الأساسية للإيش؟ للشبكة. بحيث طبعا أنا راح أرفق لكم إن شاء الله في الـ في الـ في الفيديو هذا الصورة هذه، عمل برنت سكرين لها وأرفقها إن شاء الله. إيش الفكرة؟ الفكرة إنه إذا أي واحد من المستخدمين هؤلاء، أي واحد من هذا المستخدمين ضغط على رقم مثلا، هذا الرقم موجود هنا. واضح الكلام؟ طبعا في هنا عدة أشخاص واصلين بالإيش؟ بالبي اس تي ان نتورك. هقول لك هنا مثلا، خليني أوضح لك أكثر. هنا في هنا عندك تليفون عادي،
في عندك هنا يعني عشرات التلفونات، هذه شبكة البي اس تي ان. واضح الكلام؟ سي ان هذا الان في بيت، واضح بالشكل هذا. فايش الفكرة؟ الفكرة انه اي شخص يبغى يطلع، مثلا هذا الشخص، خليني اقول لك رقم التحويلة هذه، كان هضع لك ارقام التحويلات عشان تكون بشكل واضح وجيد. رقم التحويل اللي هنا مثلا كان مثلا 1001، 1000 لحد 1024. هنا من 2000 مثلا هقول لك 1025 لحد 1048 مثلا، انا هقول لك بالشكل هذا. هنا كان بيختلف، هنا هقول لك من 1049، واضح الكلام، لحد كم؟ لحد 1072 مثلا، وهكذا. هذا من 1073 لحد كم؟ 90، لحد 1100 مثلا. واضح الكلام. هقول لك هذا الانالوج فون اللي هنا، مثلا كان الرقم حق الانالوج فون هذا كالتالي، مثلا 0567 81 مثلا، از اكزامبل، في اي دولة، سواء كان في دولة معينة، في نفس المنطقة، في المهم انه واصل لشبكة الاتصالات. عملية المكالمة لما تحدث، انا الشخص هذا لما بيضغط، الان الشخص هذا بيعمل كول على رقم في الاتصالات. هو بايش، كيف بتمر الكول؟ الكول بتمر هنا على طول، الفويس هذا بيعرف انها في الفويس في لان، وعلى طول بيوجهها على طول من السويت الى الكور سويتش هنا، الكور سويتش بيوجهها على الراوتر، الراوتر بيعرف ان الرقم هذا في الفويس في لان، بيعرف على طول، بياخذ اي بي. طبعا عمليه البوت اب بروسيس راح نشرحها بعدين لاحقا. بيوجهها فين؟ بيوجهها على شبكه الايش؟ على شبكه الاتصالات. واضح الكلام؟ طيب اذا انا ابغى اتصل بالفرع الثاني، حتمشي الكول، كيف حتمشي؟ حتمشي الكول في هذا الاتجاه، وما حتمشي في الاتجاه اللي فوق. طيب من حيث الكلفه والتكلفه، حيكون عندي الاتصال عبر الوان كونكشن ارخص، الاتصال عبر الوان كونكشن ارخص، طبعا بغض النظر عن اسلوب الربط، اسلوب الايش؟ الربط. مثلا قد يكون عندي اسلوب الربط في بي ان، قد يكون عندي اسلوب الربط ام بي ال اس، المهم ان في داتا نتورك موصله. واضح الكلام؟ داتا نتورك موصله. طبعا تكلفه المكالمه عن طريق شبكه الاتصالات اكثر كلفه منها عن طريق ليش؟ عن طريق الوان. ليش؟ لانه عن طريق الوان انا بحاسب شهريا، بينما عن طريق شبكه الاتصالات لا، انا بعطي الكول ايش؟ بعطي الكول بيرمننت. واضح الكلام؟ الكول هنا عندي تكون بالايش؟ بيرمننت. هنا تكون عندي بيرمننت. بيرمننت بالنسبة لايش؟ البي اس تي ان. وهنا حتكون مانثلي. مانثلي بالنسبة لايش؟ بالنسبة للداتا. واضح الكلام؟ يعني إذا أنت تبغى تتصل فايب، يكون التكلفة عندك بالشهر. إذا أنت تبغى تتصل داتا، بتكون عندك التكلفة بالايش؟ بالدقيقة الواحدة. واضح الكلام؟ طيب البي اس تي ان نتورك، هذه اللي هنا، البي اس تي ان نتورك اللي هنا، البي اس تي ان نتورك هذه اللي هنا، ليش انا بستخدمها في شبكات الفويب؟ انا بستخدمها از باك اب. از باك اب، تعرف ايش معنى از باك اب؟ يعني في حالة انه الانترنت عندي انقطع من هنا، حصل فيلير، على طول بتروح المكالمات فين؟ بتطلع المكالمات هنا. في حالة انه حصل عندي فيلير هنا، بتروح المكالمات هنا. واضح الكلام؟ بالشكل هذا. الفايب نتورك للاتصال بالفرع، الفايب نتورك للاتصال بالايش؟ بالفرع. طيب اعتقد ان الفكرة الان صارت ايش؟ صارت جدا جدا واضحة. طيب يبقى معانا ايش؟ يبقى معانا عملية توصيل الانالوج فون. الانالوج فون انا بقول لك كالتالي، في حاله انه وجد عندي داخل الشبكه الداخليه انالوج فون، انا بوصله مباشره فين؟ الانالوج فون انا بوصله بكيبل تلفون واصل على طول لفين؟ لهنا. ولا بعرف الانالوج فون بانه ايش؟ ولا بعرف الانالوج فون انه في عندنا فويس في لان، داتا في لان، ما بيفهمش اطلاقا. الانالوج فون انالوج، ما بيفهمش اطلاقا. فانا ايش بخليه بالشكل هذا. فبتصير عندي المنظومة بالشكل التالي،
واضح عندي هنا. واضح. هذه الآن الفونس اللي موجودة هنا إيش هي؟ هذه الفونس عبارة عن أنالوج فونس. أنالوج فونس. طيب. طبعا كان هذا عبارة عن أسلوب مبسط عن كيف إني أربط مؤسسة ولها كذا فرع. طيب في حالة إنه عندي كان عندي المؤسسة فيها 3 فروع، فيها 4 فروع. طبعا أنا راح أرسم لكم الرسمة بتكون بشكل واضح. طيب. طبعا انا في الرسمه السابقه وضحت لكم عباره عن تو برانشز، يعني انا وصلت تو برانشز. الان هذه انتربرايز، هذه الان الرسمه تمثل انتربرايز، انتربرايز مع كم برانشز؟ مع 4 برانشز، 4 برانشز اللي هي ايش؟ اللي هي مؤسسه لها كم فرع؟ لها 4 فروع. انا بقول لك كيف الفكره. الفكرة ان ال4 فروع هذه آلية الربط انه في عندنا هيد كوارتر، هذا الهيد كوارتر طبعا قبل كان عبارة عن هيد كوارتر مرتبط مع برانش واحد. الان انا ربطت الهيد كوارتر هذا مع برانش هذا الاول، مضبوط، وربطته مع البرانش الثاني، وربطته مع البرانش الايش الثالث، يعني مركز رئيسي وثلاثة فروع. طبعا كل برانش من البرانشز هذه مع الهيد كوارتر مربوط بشبكة الاتصالات البي اس تي، ومربوط بالايش؟ بالداتا نتورك. طبعا بالنسبه للبي اس تي ما فيها غموض، طبعا بتكون داخل البي اس تي عباره عن فول مش. هنا البي اس تي هي عباره عن فول مش. تعرف ايش معنى فول مش؟ يعني اي فرع يقدر يتصل على الفرع الثاني مباشره، لان في اوريدي دائره مغلقه بين كل فرع والفرع ليش والفرع الثاني. بالنسبه للوان نتورك لا بيختلف على حسب انت طلبك. ايش طلبك؟ انا اقول لك على حسب انه في عندنا هاب اند سبوك، على اعتبار ان هذا الهاب اللي هو الهيد كوارتر، وهذه الاطراف الثانيه هي السبوك. مثلا هذا السبوك 1 اللي هو الفرع الاول، السبوك 2، السبوك 3 مثلا هنا الفرع الثالث اللي هو السبوك 3. ايش الفكره؟ الفكره ان في داخل الاتصالات نفسها في دوائر، دائره توصل من الهيد كوارتر على طول توصل بالايش؟ بالبرانش الاول، توصل بالبرانش الثاني، توصل بالبرانش الثالث، وهكذا. واضح. طبعا هذا الاستراكشر تبع طبعا هنا انا وضحت لك هنا في حاجه اسمها الوان اللان. تعرف ايش معناه هنا؟ يعني هذا الكول مانجر واصل بايش؟ واصل بكور سويتش زي ما موجود هنا، وواصل بايش؟ واصل بديستريبيوشن سويتش، واصل باي بي فون، وواصل بكمبيوتر. بس نظرا لصغر المساحه انا اختصرتها لك على شكل ايش؟ على شكل كذا خط وفيه فرعين. اتمنى اني افدتكم. طبعا هذا الاستراكشر يعني مش 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 مطلوبين فيه، انتوا مش مطالبين به في سي سي ان اي فويس، ولكن هذا بيعطيك صوره وتصور كامل عن انك كيف تبني شبكه اي بي فون او ويب نتورك لاي انتربرايز، بالنسبه اذا كان عدد المستخدمين فيها لا يتجاوز 450 مستخدم. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.